السلام عليكم. ما زال خيط الأمل العربي بمستقبل سياسي أقل استبداداً وأكثر حرية، ما زال مربوطاً بتونس بالرغم من تفاعلات المشهد السياسي فيها الذي انتهى إلى إجراءات استثنائية بحل الحكومة وتعليق أعمال البرلمان. اليوم يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن لا عودة إلى الوراء، وتبصم الساحة على هذا التوجه باعتقال ساسة بارزين وفرض إقامات جبرية على آخرين وإحالة فريق ثالث إلى القضاء، وسط ما أسماه الرئيس مشروع الحرب على الفساد. تونس اليوم على مفترق طرق، وهي تحاول أن ترسم ملامح شخصيتها السياسية المقبلة وسط أجواء يخيم عليها الخوف من شبح الاستبداد الذي ترى أحزاب سياسية أن الرئيس قيس سعيد خير من يمثله. ولكن في المقلب الآخر ثم تشارع يعبر قسم منه لا يستهان بحجمه عن تفاؤله بوضع حد لفساد سياسي وإداري وفوضى حزبية نشأت على هامش الحرية التي وفرتها ثورة الياسمين التونسية. وبغض النظر عن الرأيين وموقفيهما، تعيش تونس أزمة سياسية حادة ومشاكل اقتصادية لا حلال لها حتى الآن على الأقل. في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نتوقف مع تطورات المشهد السياسي في تونس لنبحثه في ثلاثة محاور: إلى أي مدى نجح الرئيس في إزالة الأسباب التي من أجلها فرض الحالة الاستثنائية في البلاد؟ وهل ما زال الرئيس يحتفظ بشعبيته؟ وماذا عن أولويات الشارع التونسي اليوم؟ التفاصيل بعد التقرير التالي. المجتمع في هذه اللحظات التاريخية، القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في تموز الماضي أثارت أسئلة حول مستقبل الديمقراطية ومخاوف من العودة للاستبداد، حين أعلن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه فضلا عن توليه جميع السلطات. قرارات سعيد خلفت انقساما حادا بين الأوساط السياسية والشعبية، فهناك من اعتبرها تصحيحا للمسار الديمقراطي، بينما وصفها آخرون بانقلاب مكتمل الأركان على الدستور. في ظل تلك القرارات الاستثنائية، فإن ثمة أزمة اقتصادية تعيشها تونس هي الأسوأ على الإطلاق منذ عقود، مع عجز ميزانية الدولة وشح مواردها وتعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن استحالة الاقتراض الداخلي والخارجي، فيما توقع خبراء تونسيون أن يحمل قانون المالية لسنة 2022 قرارات موجعة قد تزيد من وتيرة الاحتقان الشعبي وارتفاع المطالب الاجتماعية بالتوازي مع ارتفاع قياسي لنسب البطالة وتراجع نسب النمو والاستثمار. من جانب آخر، أعلن سعيد عن تنظيم استشارة إلكترونية تهدف لتلقي مقترحات من الشعب، خاصة بمواضيع الشأن العام، في إطار خريطة طريق تنهي حالة الاستثناء التي تعيشها تونس، تنتهي بتنظيم انتخابات تشريعية في 17 من كانون الأول القادم، فيما تتصاعد الدعوات لمقاطعة تلك الاستشارة. مراقبون يرون أن السنة الجديدة ستكون حبلى بالأحداث الساخنة في تونس، وقد يتغير المشهد السياسي برمته مع مضي الرئيس في مشروعه ورؤيته الخاصة للحكم وللدولة، مقابل شارع محتقن ومعارضة تتوسع دائرتها يوما بعد آخر وسط أزمات متعددة دون حلول. ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ زياد بومخلة، الباحث في الشأن التونسي، وعبر سكايب من مدينة سوسة التونسية الدكتور أنور جمعاوي، الباحث في مركز حوار الحضارات والأديان المقارنة. أهلا بالضيفين الكريمين. لو بدأنا من تونس دكتور أنور، الرئيس منذ قراراته الاستثنائية قبل أكثر من 5 شهور، هناك كان جهد ميداني وسياسي ملحوظ قام به، يعني اعتقل مسؤولين بتهم فساد، فرض إقامة جبرية على مسؤولين آخرين وكلهم من الطبقة الأولى، حارب محتكري السلع الغذائية، وأطلق حملة لتخفيض أسعار المنتجات، وأشياء كثيرة قام بها في الواقع. هل يمكن القول إن خلاصة هذه الشهور بعد
قراراته وإجراءاته تعبر عن ثورة حقيقية على الوضع الراكد أو الصراع السياسي الذي كان دائرا في أعقاب الثورة، أم هو انقلاب أخفى وراءه مؤسسات دستورية وحكومية رسمية من حكومة وبرلمان؟ أهلا بكم، شكرا لهذه الاستضافة الكريمة، تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. السؤال الذي قدمتموه على غاية من الوجاهة وسؤال رهيني بامتياز، يتعلق بالحالة التونسية بعد 25 يوليو. يعني توقع التونسيون بعد احتجاجات محدودة حصلت في بعض المدن التونسية يوم 25 يوليو 21 و2000، تلك الاحتجاجات المحدودة رفعت مطالب تنموية بالأساس، يعني كانت تروم تحسين الوضع المادي للتونسيين، كانت تروم تحقيق الرفاه وتحقيق التنمية الجهوية الشاملة والعادلة، وكانت تروم أيضا تحسين المقدرة الشرائية للمواطنين. لم يرفع المتظاهرون شعارات تتعلق بتغيير الدستور ولا بإحداث نظام سياسي جديد ولا شيء من هذا. صحيح أن الرئيس في البداية بذل بعض الجهود لمحاصرة بعض المحتكرين أو لمواجهة بعض المسائل المتعلقة بارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية الأساسية، لكن بصراحة ما نشهده الآن أن الأمور لم تتغير على النحو الذي كان يتوقعه الناس. الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق، المقدرة الشرائية للمواطنين تدهورت بشكل لافت للنظر، الحاجيات الأساسية مثل الدقيق ومثل بعض المواد الأساسية والسكر وغير ذلك والغاز في بعض الأحيان أصبحت مفقودة في السوق الاستهلاكية التونسية. دكتور أنور، لو أذنت لي بالمقاطعة معذرة، يعني ربما هذه النتائج نتحدث عنها في وقت متقدم من الحلقة، لكن ألتمس منك بيان أو تحليل موقف الرئيس بغض النظر عن نجاحه في إحداث أثر سواء اقتصاديا أو سياسي من عدمه. هل تصرفاته وسلوكه بعد الإجراءات وما قام به من خطوات بعد الإجراءات الاستثنائية، هل يدخل في إطار الثورة؟ بالفعل أن الرجل أراد إحداث ثورة في تونس على الوضع الراكد والصراع السياسي المقيت كما يعني يسميه بعض التونسيين بين الأحزاب؟ لا يمكن الحديث عن ثورة بأي حال. ما حصل في تونس لم يكن ثورة، وإنما كانت مبادرة سياسية من جانب رئيس الجمهورية، هي مبادرة أحادية بالأساس، لم تجد تجاوب المطلوبة من جانب مكونات المجتمع المدني، من جانب النقابات الأساسية أو المنظمات الحقوقية أو الأحزاب السياسية. لاحظنا فجوة عميقة واضحة بين قصر الرئاسة وبين مكونات المجتمع المدني، لذلك لا يمكن أن نتحدث. دكتور أنور، لاحظنا أيضا أن اتحاد الشغل وهو المؤسسة الأبرز بعد الجيش ربما في تونس كان على وفاق وكان يحاكي الرئيس، ولاحظنا أيضا أن الشارع التونسي لم يغضب وكان هناك قبولا ضمنيا لإجراءاته. شكرا لهذه الملحوظة. فقط للتنبيه، موقف الاتحاد العام التونسي للشغل هو موقف غير ثابت، هو موقف قلب ويتبدل بحسب تبدل موازين القوى وخاصة بحسب تبدل مستجدات الشارع التونسي. هو عبر أخيرا حتى يوم أمس أو قبل أمس عبر عن اعتراضه عن الاستشارة الإلكترونية التي أعلنها رئيس الجمهورية واعتبرها بديلا عن الإرادة الشعبية. نفس الشيء بالنسبة للشارع، لا يمكن أن نغمت حق أولئك الذين نزلوا إلى الشارع في تونس العاصمة أكثر من مناسبة ونزلوا بالألاف وعبروا عن اعتراضهم على تدابير الاستثنائية ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي. طيب سأعود إليك دكتور أنور. أستاذ زياد، قياسا على سلوك الرئيس في الشهور الخمسة الأولى التي أعقبت حل الحكومة وتعليق البرلمان، هذا السلوك يدفعنا إلى المربع الأول في طرح السؤال عن الأسباب التي فعل ذلك من أجلها. هل هي بالفعل كانت وضع حد للفوضى السياسية، وضع حد للفساد الإداري الحاصل في البلاد، أم أن ثمة أسبابا خفية غير معلن عنها وأنتم كمراقبين بدأت تتضح لكم مؤشراتها؟
كنا نتمنى ذلك. لا شك أن البلاد قبل 25 جويلية كانت مأزومة، قبل 25 جويلية كانت مأزومة أزمة حقيقية. كنا نتحدث عن انقطاع في التواصل بين أركان الدولة الثلاث، رئيسة الحكومة ورئيسة الجمهورية ورئيسة البرلمان لمدة فاقت عن 6 أشهر. نتحدث عن أزمة على كل المستويات، نتحدث عن عنف وعنف متبادل داخل البرلمان التونسي وتعطل لأشغاله لأكثر من مرة، وبالتالي لا شك وضع اقتصادي واجتماعي كذلك كان مهترئ وفي حالة تراجع. يعني كل المؤشرات الحقيقة كانت مؤشرات تحتاج معها البلاد إلى نفس جديد. كنا نتمنى أنه إجراءات 25 جويلية الانقلاب الذي قام به الرئيس كان مثل ما قال أنه استند على الدستور، وأوله تأويله الخاص وبشهادة كل خبراء الدستور هو تأويل يعني غير سوي، وهو تأويل فقط من أجل أن يسطو الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية بكل مكوناتها. بعد ما سطى الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية، طيب سطى على السلطة التشريعية، وضع نفسه مقام البرلمان وبعد ذلك تقريبا ألغى الدستور وحافظ فقط على التوطئة والفصل الأول منه، وبالتالي تحول كذلك إلى المشرع، خاصة مع المرسوم 117 سيء الذكر الذي أسند فيه قيس سعيد لنفسه كل الصلاحيات تقريبا، وجعل هذه المراسيم الرئاسية غير قابلة على التعقيب ولا يعني في إجهام. لماذا كل هذا؟ كل هذا من أجل لأنه قيس سعيد في الحقيقة كان يحمل مشروعا شخصيا ذاتيا سلطويا تفرديا، كان يريد نظاما على مقاسه. قيس سعيد استخدم كل ألوان الخداع والخطاب الاستهلاكي الأخلاقوي الذي استدعى فيه يعني الشعارات التي كنت تذكرها، محاربة الفساد، الصدق، المبدئية، ليتسلل إلى الحالة. نعم، وطبعا والمدونة الفقهية والمدونة الأخلاقية والمدونة الدينية والقرآنية، كل هذا استخدمه قيس سعيد وما زال يستخدمه. كلما ضاقت عليه الحلقات الحقيقة نراه يستنجد بهذه المدونة من جديد، يستدعيها من أجل أن يواصل في بيع الوهم للتونسيين. والحال أنه منذ وصوله إلى قصر قرطاج كل ما فعله أنه كل مرة أراد أن يقضم جزءا جديدا من السلطة. آخر معاركه الآن مع السلطة القضائية بعدما استفرد بالسلطة التنفيذية وعطل السلطة التشريعية وقام مقامها، اليوم المعركة عنوان المعركة في تونس هي السطو على السلطة القضائية. المجلس الأعلى للقضاء صدر الكثير من البيانات، كان أخرها بيان ليلة البارحة والذي أعبر فيها بشكل واضح أنه يرفض أي محاولة للسطو على هذه السلطة وضرب استقلاليتها. قيس سعيد في أكثر من مرة يعبر عن أنه هذا القضاء مريض، وهو مريض حقيقة في بعض يعني مواقعه، في بعض مفاصله، في بعض قوانينه، لكن معالجة هذا الخلل مثل ما كان هناك خلل قبل 25 يوليو لا يكون بالسطو على السلطة التنفيذية والتشريعية، وإنما بإدارة حوار تشارك فيه كل الأطراف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويستند فيه إلى أرضية دستورية قوية حتى لا يعني يتفرد أي طرف صياغة مشهد يعني قانوني أو سياسي بالشكل الذي يرغب فيه. وبالتالي نحن نتحدث عن إرادة للسيطرة على مؤسسات الدولة، وأتوقع أن قيس سعيد سيطر على جزء معتبر اليوم من مؤسسات الدولة بشكل غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري، وهو يذهب في الاتجاه كذلك للسطو على السلطة القضائية. اليوم كذلك هناك موضوع ثاني خطير وخطير جدا، قيس سعيد يستخدم سلاحا خطيرا جدا وهو تقسيم المجتمع التونسي وضرب وحدة المجتمع التونسي. اليوم خطابات قيس سعيد كلها تقسيم المجتمع التونسي بين الصالحين وفاسدين، بين وطنيين وخونة، بين يعني نعم. كل هذه المدونة الحقيقة تصنع، وهناك حالة من التحريض بالمناسبة من أعلى هرم في السلطة وكذلك من تنسيقيات قيس سعيد من أجل استهداف نعم. المناوئين. اليوم مثلا حتى عندما نتحدث عن إضراب الجوع الذي يخوضه نور الدين البحيري المختطف، نعم هذا ربما أستاذ زياد نعم. يعني مرتبط بالأسباب التي قام بهذه الخطوات من أجلها، سأعود إليك نعم. لأسألك عن ذلك، لكن دعني أتحول مرة أخرى إلى سوسة. دكتور، لاحظنا في اليومين الماضيين هناك إحالات إلى القضاء لشخصية وازنة في المجتمع التونسي وفي السياسة التونسية وفي الدولة التونسية، نتحدث عن راشد الغنوشي، عن يوسف الشاهد، مسؤولين كبار. هل يمكن القول إن في هذه الخطوات التي تبعت تصريحات للرئيس يقول فيها اقترب الوقت كثيرا من تطهير القضاء، هل يمكن القول إن إحالة 19 شخصية مبرزة وكبيرة في تونس إلى القضاء تعني أن الأمور دخلت في نفق مظلم في البلاد، أم أنها مقدمة ضغط على هذه الشخصيات كمقدمة لحل سيفرض مستقبلا على تونس؟
شكرا لهذا السؤال. الوضعية المتعلقة بالقضاء هي وضعية شائكة، لأن ما تعلق به المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة تتمتع بحسب الدستور باستقلاليتها التامة، ولها مطلق الصلاحيات في توجيه الهيكل القضائي. الرئيس رفع وأنصاره شعارات تنادي بتطهير القضاء. مسألة تطهير القضاء لا يختلف فيها اثنان، لكن كيف يتم تطهير القضاء وعلى أي أساس؟ وهل المطلوب هو أن يكون القضاء نزيها محايدا خادما لكل التونسيين، أم المطلوب هو أن يتم استخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيين؟ ما حصل مؤخرا من مؤشرات يمكن أن يندرج في هذا السياق. هذه الرسائل المرسلة إلى الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية أخيرا، وتوجيه تهمة يعني تهم 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 وجرائم انتخابية في شأنهم، هي جنح، هي قضايا تندرج في حيز الجنح، وستكلف يعني المتهمين دفع خطايا مالية بالأساس. لكن هي كما نبهتم إلى ذلك، هي إشارات لإمكان الانزياح بهذه المؤسسة الحيوية في تونس طيلة العقد المنقضي، الانحياز بها، الانزياح بها من استقلاليتها المعتبرة إلى حد ما إلى توظيفها لتحقيق غاية سياسية. فنخشى في تونس أن يتم إدراج السلطة القضائية تحت جبة السلطة التنفيذية، وهو ما عانى منه القضاء التونسي طويلا على امتداد حقبة الحبيب بورقيبة، وعلى امتداد حقبة حكم خلفه زين العابدين بن علي. كان القضاء سيفا مسلطا على المعارضين، وكان يستخدم لتصفية حسابات سياسية مع كل من يقول لا لسياسات الحاكم بأمره في البلاد. لذلك أتصور أن القوى الحية والقوى المدنية في تونس من 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 منظمات حقوقية وقضائية ومكونات حزبية وسياسية، أتصور أنها تتخذ يوميا يعني مواقف جريئة في معارضة أي توظيف سياسي للقضاء، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أن ينحسر مجال الحريات في البلد. طيب الآن يعني الفوضى السياسية هدأت في البلاد، والفساد الإداري ربما انحسر بسبب يعني سيطرة شخص مثلا على مقاليد الأمور في البلاد، ألا يعتبر ذلك أن الرجل نجح في تحقيق مطلب الشارع التونسي في وقف الفوضى السياسية والحد من الفساد الإداري؟ من قال أن الفوضى السياسية انتهت اليوم؟ قيس سعيد بانقلابه كان يتصور أنه أخمد أزمة، ولكنه صنع أزمة أكبر. كيف؟ اليوم نتحدث عن حالة من القلق تشق كل الطبقة السياسية، حالة المعارضة تزداد للرئيس قيس سعيد، يعني في تقريبا كل العائلات السياسية من استثناءات بسيطة اليوم تعتبر قيس سعيد ومشروعه هو الخطر الداهم الحقيقي على البلاد وعلى الدولة وعلى وحدتها وعلى وحدة يعني ترابها، خاصة مع التدخلات الخارجية الغير مسبوقة التي فتحها هذا الانقلاب على وضع البلاد. وبالتالي نحن نتحدث عن فوضى من نوع أكبر. تونس اليوم في قلب الصراعات الإقليمية والدولية، فتح هذا الانقلاب على هذه الصراعات، كل الأطراف تبحث اليوم لها عن موطئ قدم حتى تفعل ما تريده وحتى تمضي أجندتها في المنطقة. لكن باستثناء زيارتين للوفود الأمريكية إلى تونس العاصمة، لا يلحظ لأول مرة في تاريخ تونس الدول السبع الكبار تصدر يعني سفاراتها موقفا في علاقة بشأن داخلي تونسي، في ضرب واضح يعني استقلال القرار الوطني وتدخل واضح ومباشر في وضع البلاد. من جنى بهذا على البلاد؟ هو هذا الانقلاب الحقيقي الذي فتح البلاد كما قلت على مصر على الصراعات القوى الإقليمية والدولية. وبالتالي نحن نتحدث تحولنا من فوضى ذات طابع محلي داخلي إلى فوضى من نوع آخر. اليوم تونس معروف جيدا أنها مطلوبة ليس في ذاتها فقط، وإنما كذلك يفعل من خلالها في ليبيا الجار وفي غيره من المناطق، خاصة نعرف أن هناك حالة من السيولة الهائلة في هذه المنطقة الآن. وبالتالي لا، نحن نتحدث عن فوضى من نوع أكبر، وهناك تهديدات حقيقية تتهدد يعني استقرار البلاد في المرحلة القادمة. نحن نتحدث كذلك عن إقحام المؤسسات الصلبة في صلب الحياة السياسية في تونس، هذا ما فعله الانقلاب، وخروج بها من حيادها المعهود ومن دورها الطبيعي الوطني إلى عمق العملية السياسية. هذا فوضى كذلك من نوع خطير، وتنذر بأشياء خطيرة وخطيرة جدا.
ونحن نعلم أن التجارب كلها في المنطقة تأذت بشكل كبير من دخول يعني القوى الصلبة في صلب الحياة السياسية، وبالتالي نحن نتحدث عن أنه أخمدت فوضى لتحل مكانها استقرار، كنا نود ذلك. الاستقرار كان يمكن أن يأتي من خلال عملية علاج يكون أرضيتها دستور البلاد، ومن خلال مشاركة واسعة يعني في صياغة يعني مشهد جديد البلاد. قيس سعيد كذلك يتحجج أنه يريد محاربة الفساد وضرب بيد من حديد على الفاسدين وعلى الذين أفسدوا الحياة السياسية في المرحلة القادمة. ما الذي قدمه إلى حد الآن؟ لم يقدم شيئا حقيقة. حتى الأطراف، حتى الشخصيات الذي وضعها تحت الإقامة الجبرية وأحالها على القضاء، لا كلها ملفاتها يعني كانت فارغة، بعضهم لا ملفات له أصلا، يعني أنه هو تحت الإقامة الجبرية أو مختطف من خارج القانون. وبالتالي كل هذه الشعارات التي رفعت والتي بشر بها قيس سعيد والذي أراد من خلالها أنه يعني يستجلب عطف التونسيين وتأييدهم، كلها ظهرت أنها حقيقة بعيدة عن طبيعة وحقيقة مشروع، اللي هو كما قلت مشروع تفردي تسلطي لا يمتلك حلولا لمشاكل البلاد، وإنما هذا الانقلاب زاد في إغراق البلاد سياسيا مجتمعيا، وهو الأخطر من قدام كما قلت تقسيم المجتمع، وكذلك اقتصاديا واجتماعيا باعتبار تراجع هائل في الحالة الاقتصادية والاجتماعية. وهذا ينبغي أن يقودنا إلى الحديث عن شعبية الرئيس التونسي في ظل الأداء السياسي على الصعيد الداخلي الذي يؤديه منذ شهور وحتى الآن. نتابع حديثنا عن الشأن التونسي بعد الفاصل. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن تطورات المشهد التونسي. دكتور أنور، بالنظر إلى تطورات الأحداث في البلاد، هناك جرأة على اعتقال شخصيات سياسية مهمة كما أسلفنا، وإقامة جبرية، ويعني محاسبة، ويعني ثمة من يلمح إلى أنه يتدخل بالقضاء بشكل أو بآخر. هل جملة هذه الإجراءات تدعو إلى القول بأن الرئيس اكتسب مزيدا من الثقة وأنه سيواصل طريقه الراهنة، أم أن هذه الخطوات هي حقيقة تشده نحو الغرق في المستنقع وتورطه؟ الحقيقة أن هذه الخطوات لا يمكن بحال اعتبارها خادمة لشعبية الرئيس. لماذا؟ لأن التونسيين عاشوا خلال العقد المنقضي ما يصلح عليه بعقد الحريات في تونس. خلال 10 سنوات لم يتم عرض يعني أو إحالة أشخاص على المحاكم العسكرية بقدر ما تم إحالة كثيرين خلال هذه الشهور المحدودة. يعني الناس لا يفرحون بهذا الأمر. يكفي الإشارة هنا إلى أن منظمة العفو الدولية قالت بأن عدد الذين أحيلوا على القضاء العسكري خلال هذه الأشهر القليلة يفوق بكثير عدد الذين تمت إحالتهم القضاء العسكري خلال 10 سنوات. ويضاف إلى هذا أن مسألة التضييق على الحريات العامة والخاصة تجعل التونسيين يتحصرون أو يفقدون المكسب. يعني يا دكتور أنور، الرأي الممثل للرئيس غائب، ودعني أنا الحريات. دعني أتبنى الرأي المدافع، يعني أو على الأقل صوت الرئيس هنا. يعني البلد غارقة في الفساد، يعني إذا ما وضعت أو أحيلت شخصيات بعدد كبير نسبيا إلى القضاء فهذا دليل على أن هناك فساد حاصل وأن الرجل يعمل. لا شك أن هناك فساد حاصل، ولذلك انتفض الناس انتفاضة محدودة في 25 يوليو، ما في ذلك شك. لكن مكافحة الفساد تقتضي ضبط استراتيجية واضحة لهذا المشروع، ويفترض أن لا يكون مشروع مكافحة الفساد مشروعا انتقائيا. ما بعث به الرئيس من رسائل في البداية كانت رسائل مطمئنة، ما في ذلك شك.
لكن الإشكال هو أن ننتقل من الوعد إلى التنفيذ، أن ننتقل من مرحلة الشعار إلى مرحلة الممارسة العملية ومكافحة الفساد في مختلف المجالات. لكن للأسف يعني عملية مكافحة الفساد لم تكن عملية ناجعة شاملة مستدامة، بل كانت عملية محدودة إلى حد كبير. ونحن نرى يعني بعض الذين تحوم حولهم شبهات وساد إلى حد الآن لم يتم النظر في ملفاتهم أصلا. يضاف إلى ذلك أن مسألة مكافحة الفساد يفترض أن تأخذ أيضا في الاعتبار مراجعة الملفات وإحالتها على القضاء، فليس من حقي أن أنعت شخصا ما بأنه فاسد وذلك على سبيل خلفيات سياسية أو أيديولوجية أو مذهبية أو لست أدري ماذا. يفترض أن تتم إحالة الناس بتهم الفساد بالاعتماد على قرائن مادية واضحة يثبتها القضاء. طيب أستاذ زياد، يعني الرجل يعني الرئيس قيس سعيد لا يتمتع بخلفية سياسية معروفة ولا ينتمي إلى تيارات فكرية أو حزبية وازنة في البلاد، ومع ذلك يقوم بخطوات جريئة حقيقة، ينهي أعمال الحكومة، يعلق أعمال البرلمان، يعتقل مسؤولين كبار. يعني هذا يوحي بأنه يتمتع بدعم ما، بأنه يقف على أرضية صلبة. ما أوراق القوة بالنسبة للرئيس؟ الأوراق القوة هو ضعف ما قبله. الأطراف السياسية، النخبة السياسية، الأحزاب السياسية فعلت كل ما يمكن من أجل أن تصنف على أنها عبثية ولم تنجح في الاستفادة من الفرصة التي منحها لها شعب التونسي إبان ثورة الحرية والكرامة سنة 2011. حصائل الحكم العشر سنوات للأسف حجم الضعف التي فيها، رغم طبعا الحصائل الحرية المعتبرة، ولكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد هذه المؤشرات بالذات كانت حصائلها ضعيفة وضعيفة جدا، بل بالعكس تماما الفساد زاد تهيكلا وزاد يعني انتشارا يعني داخل أجهزة الدولة وعلى المستوى المجتمعي. وبالتالي نحن نتحدث عن فشل في إدارة مرحلة ما قبل 25 يوليو استفاد منها قيس سعيد بشكل كبير. الصورة النمطية التي كرسها برلمان كذلك 2019، حالة التجاذب، حالة العنف المتبادل، تعطيل جلسات البرلمان، نجحت بعض الأطراف من أجل أن ترسم صورة لهذا البرلمان أنه برلمان لا يصلح، لا يليق بتونس الثورة، لا يليق بالديمقراطية، وبالتالي هذا كذلك معطى من المعطيات. سوء اختيار كذلك الوزراء وغياب مشروع حقيقي للإصلاح وتأخر الإصلاحات العميقة والأساسية في البلاد. كل الحكومات كانت تتحدث عن إصلاحات، عن محاربة الفساد وإصلاحات حقيقية تحتاجها البلاد، ولكن غير عدم وجود كتلة قوية للحكم باستثناء ما مرت به الدولة في 2014. احنا جاءتنا فرصة كبيرة في 2014 عندما فاز حزبين كبيرين في البلاد اللي هم النهضة ونداء تونس، ولكن للأسف التوافق الذي جمع هذين الحزبين كان توافقا هشا، توافقا مصلحيا، توافق لم ينبني على مشروع للإصلاح الحقيقي، وبالتالي فوتنا على أنفسنا هذه الفرصة. كل هذه التراكمات استفاد منها قيس سعيد وبالتالي انقض على البلاد في أضعف نقطة تمر بها. هذا واحد. اثنين، واضح أن قيس سعيد اليوم هو مدعوم من أجهزة الدولة، هذه حقيقة. ما كان لقيس سعيد أن يقوم بكل ما قام به لولا دعم أجهزة الدولة. وقوف دبابات الجيش وإغلاقها للبرلمان وإغلاقها لمقر رئاسة الحكومة لفترة طويلة من الزمن، هذا فيه رسالة واضحة على الأقل أنه المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية يعني وقفت إلى جانب قيس سعيد في هذا الخيار. قد يقول لك قائل ليس شرطا لأنه هذا تنفيذ لأمر البعض دستوري. نعم البعض البعض يفسر هذا الأمر على أنه هذا من سلوك الطبيعي لهذه المؤسسات باعتبارها أنه رئيس الدولة هو الحامي لتراب الوطن وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو كذلك المكلف بتأويل الدستور في حالات يعني التي يمكن أنه يحصل فيها اضطراب. نعم. هائل في البلاد. ولكن مع هذا الأمر يعني المؤسسة العسكرية على الأقل مثلا في 2011 وقفت على الأقل في الأيام الأخيرة للثورة مع الثورة والثوار ورفضت يعني الالتزام بالتعليمات، وبالتالي نخب سياسية اليوم فاسدة. نعم اليوم هناك فساد، أنا قلت لك أنه كان هناك ضعف، ولكن إحنا هل نعالج الفساد بفساد أكبر؟ لدينا هل نعالج وضع يعني مختل بالسطو على السلطة التنفيذية من خارج الدستور، من خارج القانون، من خارج يعني القضية؟ لا، الكل كان سيعلم
سيكون خلف قيس سعيد لو ذهب في الاتجاه الصحيح. الكل كان ينتظر تغييرا حقيقيا في البلاد، كل التونسيين تقريبا ملوا من حصائل 10 سنوات، ولكن السؤال الحقيقي الذي لم يجب عليه قيس سعيد ومن سانده أنه كيف يمكن أن نعالج هذا الخلل. معالجة الخلل كان يمكن أن يكون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهذا كان ممكن دستوريا، وبالتالي المحافظة على المسار الدستوري وعد البت فيه من خلال يعني أنه نذهب إلى استفتاء شعبي واسع يشارك فيه الجميع من أجل تغيير النظام السياسي. قد تسألني هنا الآن هي الآن فتح البلاد من أجل استفتاء واستشارة وطنية تختم باستفتاء شعبي، ووضع خريطة الطريق من أجل يعني عقد انتخابات في سنة في السنة القادمة، لكن هذا بعدما أنهى الحالة القائمة وأغلق البرلمان وعطل كل السلطة التشريعية. يعني هو الآن المتحرك والحاكم بأمره ولا يحكم مع هذا، بل أنه قيس سعيد ذهب أبعد من ذلك في خطابه الشهير يوم 13 ديسمبر كانون الأول الماضي، أعلن أنه فعل ما فعل ولم يستشر أحدا. نحن نتحدث عن رئيس يقود دولة يقدم على خطوة من هذا النوع دون استشارة أي أحد، يعني على الأقل وفق ما صرح ربما به. ربما اليوم ربما نحن نتحدث عن حالة من الهواية في التعامل مع مؤسسة الدولة. طيب، وهذا خطير وخطير جدا. طيب، يعني هو الآن دعني أطرح على الدكتور أنور في سوسة، الرئيس يعني حقيقة وصل إلى السلطة بخيار شعبي، ثم بعد ذلك قام بهذه الإجراءات التي هي موضوع حلقة اليوم، ما أكسبه مزيد زخم شعبي. هل لديك ما يؤشر على أن الرئيس ما زال يحتفظ بشعبيته، أم أنها تناقصت بفعل الإجراءات السابقة؟ مسألة شعبية الرئيس ليست مسألة ثابتة، هي مسألة مقترنة أساساً بتحقيق ما أعلنه من وعود في مستوى الإصلاح، في مستوى تحقيق التنمية، في مستوى ضمان احترام الحريات. وعد بذلك في 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 بيانه في 25 يوليو المنقضي، لكن شعبية الرئيس تتناقص من خلال ما نلاحظه في الشارع، نزول طيف معتبر من المتظاهرين المحتجين على التدابير الاستثنائية، يضاف إلى ذلك أن الناس لم يشهدوا تحولا نوعيا في حياتهم اليومية، بالعكس يعني الأمور في مجالات شتى تسير نحو السوء، البيروقراطية الإدارية متواصلة، المقدرة الشرائية متدهورة، الأسعار مرتفعة، نسبة البطالة بلغ الآن حوالي يعني 18.5%، نسبة الفقر أيضا ازدادت، لم يتم يعني تحقيق الوعود المتعلقة بإصلاح سياسي أو إصلاح هيكلي أو مكافحة جذرية راديكالية للفساد. ولذلك فإن شعبية الرئيس في البداية كانت مرتفعة، ما في ذلك شك، لأن الخطاب كان شعبويا وكان خطابا واعدا إلى حد كبير، لكن في مستوى الإنجاز هذه الشهور الخمسة معلوم أن السياسة هي محك، وأن الحكم هو محك للحاكم، إما أن ينجح في توسيع قاعدته الشعبية أو أن يراكم من إنجازات قد لا تجد لها صدى جماهيريا معتبرا، ويؤدي ذلك إلى تقلص شعبيته. ومعلوم أن المس بالحريات خاصة يساهم أيضا في تراجع شعبية الرئيس، لأن التونسيين يعتزون في كل الحالات بالمكسب الديمقراطي. فالبلد خلال العشرية المنقضية انتقل من الأحادية والفردانية إلى التعددية، كان هناك تداول على الحكم، كانت هناك تعددية في المجال الإعلامي، لكن ما نلاحظه حاليا هو محاولة العودة إلى الخلف إلى ما قبل ثورة. دعني أطرح عليك دكتور أنور سؤالا ربما يكون ذا بعد فلسفي إلى حد ما، لكن في جوهر الحلقة، يعني هل الهدف في تونس أن تكون تعددية من غير النظر إلى مآلات الأمر، أم أن يكون الهدف هو صلاح المجتمع بغض النظر عما كان، إذا كان الأمر من خلال التعددية أو من خلال الفردية، يعني شخص واحد يحكم؟ أستاذ فيصل، هذا سؤال فلسفي يحيل على ما يعرف بمسألة المستبد العادل. من وجهة نظري لا يوجد مستبد عادل، المستبد يستولي على كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبناء على ذلك فقد جمع الأمر كله لنفسه وألغى ما نبه إليه مونتسكيو
فكرة الفصل بين السلطات، وهذا يمثل خطرا على كيفية إدارة الشأن العام وكيفية تسيير الدولة، ويجعل فكرة المراقبة أو شرط المراقبة المتبادلة بين السلطات الثلاث غائبا. لذلك فالحاجة أكيدة إلى استعادة النمط الديمقراطي. يمكن أن نحقق ديمقراطية وتنمية اقتصادية في نفس الوقت. للأسف تونس لم تنجح في تحقيق هذا المكسب، لم تنجح في كسب هذا التحدي، وهو أن تجمع بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية. فظل الانتقال الاقتصادي على مدى عقد كامل متعثرا، ولم يكن في مستوى آمالي وطموحات الشعب التونسي. سنعود إلى الحديث عن الاقتصاد بعد قليل، لكن أستاذ زياد، الشارع هو مؤشر على شعبية الرئيس من عدمه. صحيح خرجت مظاهرات، وصحيح أن الأحزاب السياسية عارضت إجراءاته، لكن المظاهرات التي هي المؤشر الأبرز كانت مظاهرات موسمية، وهي انعكاس لدعوات كل الأحزاب السياسية في تونس، وأن هذا أقصى ما استطاعت أن تفعله. وما فعلته هو يعتبر قليل. هذا ربما يعكس بشكل أو بآخر أن الرئيس ممسك حتى بزمام الشارع. هو ليس ممسك بزمام الشارع بقدر ما هو هناك شارع مستاء وحكم في علاقة ما هو قبل 25 يوليو، واستبشر بما بعد 25 يوليو، ولكنه الآن دخل في حالة إحباط، حتى أقول بطريقة أخرى. للأسف الشارع الذي يخرج اليوم في مواجهة قيس سعيد ما زال هو الشارع المؤدلج المسيس، الشارع المواطني الواسع الذي يرفض الأوضاع بالإطلاق على نحو ما حصل في سنة 2011. لم نصل إلى هذه الحالة بعد. قيس سعيد بدأ بشعبية عارمة وكبيرة، وهو الآن في حالة نزول في الحقيقة، وفي حالة يستهلك الكثير من شعبيته. مؤشر على هذا أنه يعني مثلا يوم 25 يوليو، هذه حقيقة، خرجت العديد من الجهات مؤيدة لرئيس قيس سعيد، وبمقتضى ذلك هو أعلن هذه الإجراءات، رغم ما رافق هذه المسيرات من بعض عنف ومن بعض يعني الخروج عن القانون. لكن اليوم قيس سعيد أراد كذلك في المحطات وخلال الخمس الأشهر الماضية كم من مرة عن طريق تنسيقياته، تنادى التنسيقيات من أجل التعبئة في الشارع ومن أجل مقابلة الشارع المعارض بشارع آخر مؤيد لقيس سعيد، لكن عاين كل التونسيين وعاين كل الإعلام العالمي والمحلي أنه التعبئة كانت ضعيفة وضعيفة جدا. بالمناسبة أنا في تقديري في قراءة أخرى كلاسيكية، الشارع الذي يؤيد قيس سعيد هو الشارع كلاسيكي، والشارع الأغلبية الصامتة التي كانت تتوقع، كانت صامتة قبل 25 يوليو أو غاضبة على ما قبل 25 يوليو، وكانت تتوقع أنه قيس سعيد قد يعني يعالج أوضاعها ويحسنها. في كذلك جزء من الشارع الذي يؤيد قيس سعيد، أغلبية صامتة، قلت أغلبية يعني أغلبية صامتة، لكن هذه تتحرك بتحرك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كانت تتوقع أن قيس سعيد سيعالج الأوضاع التي كانت مهترئة، ولكنه عجز إلى حد الآن. أكيد أنا متفق معك، ليس بكبسة زر، هذه نقطة مهمة جدا، وحتى نكون موضوعين، قيس سعيد لا يمتلك عصا سحرية. حجم تراكم الفساد والضعف الاقتصادي والاجتماعي في العشر سنوات وما قبلها في عهد الاستبداد والعهد الفساد والاستبداد كبير، لكن دائما السؤال مرة أخرى، كيف يمكن أن نعالج؟ قيس سعيد لا يمكن له أن يعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلا بإجماع سياسي واجتماعي واسع، لا يمكن له بمفرده أن يعالج أوضاع البلاد. البلاد بالمناسبة أستاذ جاد تحتاج إصلاحات عميقة، وهذه الإصلاحات ستكون مؤلمة بأنها ستكون في جزء منها يعني لا شعبية إن صح التعبير، وضد المواطن، وقد تستهلك جزءا من وقت التونسيين. متى يمكن للتونسيين أن يصطفوا حول إصلاح ولو كان فيه شيء من تجرع الألم، على أمل أنها تنفرج أوضاع البلاد عندما يكون هناك إجماع سياسي واسع، وأن كل الطبقة السياسية والنخبة الاجتماعية والاقتصادية خلف هذا الإصلاح. حتى قيس سعيد طيب بهذا السلوك الذي اختاره وغياب مشروع الإصلاح لا يمكن أن يذهب بعيد. حتى يحصل هذا الإجماع السياسي الواسع من النخب، ربما يقول قائل أن الرئيس يحتاج إلى تطهير البلاد من الطبقة الأولى التي انتشر بينها الفساد لظهور طبقة جديدة يستطيع أن يتفاهم. هذا يقودني إلى، لو أذنت لي أن أعود مرة أخرى إلى سوسة. دكتور أنور، ما أولى أولويات التونسيين اليوم وسط هذه المعمعة السياسية في البلاد؟ من وجهة نظري أن جل التونسيين اليوم، أنا لا أتكلم عن جميع التونسيين لأن الاجتماع التونسي متنوع ومتعدد، لكن في تقديري أن معظم التونسيين أولوياتهم اليوم هي أولويات معيشية بالأساس. التونسي يطمح إلى أن يعيش في دولة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، يريد
أن يرى أبنائه يعملون يشتغلون بعد أن يمضوا سنوات عديدة في سلم الدراسة. للأسف هناك استياء كبير خاصة من الذين طالت بطالتهم، وأذكر في هذا الخصوص القانون 38 الذي صدق عليه رئيس الجمهورية وكان ينص على ضرورة تشغيل من فاقت بطالتهم 10 سنوات، لكن الرئيس فيما بعد 25 يوليو رفض الاستجابة إلى هذا المطلب، وخلف ذلك إحساسا بالإحباط عند طيف كبير من التونسيين. يضاف إلى هذا أن التونسي اليوم يبحث عن دواء في الصيدليات. للأسف بحسب تصريح لمشرف على الصيدلية المركزية يقول بأن مئات الأدوية حوالي 400 دواء أصبحت مفقودة في الصيدليات التونسية. الحاجيات الأساسية المتعلقة بالمواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق، مثل السكر، مثل توفير الغاز أو غير ذلك من هذه الحاجيات اليومية التي تتعلق بتوفير خدمات القرب للمواطن، للأسف أصبح التونسي يواجه صعوبة في الحصول عليها. صحيح أن هذه الأزمات ربما كانت تطفو على السطح من حين إلى آخر خلال العشرية الفارطة، لكن كانت هناك أيضا حلول استعجالية لتطويق تلك الأزمات وتلك المشاكل. اليوم نلاحظ أن بعض المؤسسات تعاني من إفلاس، غير قادرة على تسديد ديونها، مثل الديوان الوطني للحبوب أو غير ذلك. الصيدلية المركزية نفسها صرحت بأنها تواجه صعوبة في تسديد الأموال المتخلدة بذمتها لدى مخابر دوائية دولية. لذلك فالتونسي أولوياته الأساسية، وحتى انتفاضته ب 25 يوليو لم تكن من أجل تغيير الدستور ولا من أجل تغيير النظام السياسي ولا من أجل صياغة استشارة إلكترونية. كان يفترض أن يتم فتح الحوار المباشر مع المواطنين في الجهات والاستماع إلى مطالبهم وتحقيق طموحاتهم أو تطلعاتهم الدنيا المتعلقة بالمعاش الحسن، المتعلقة بضمان الشغل، بالحرية والكرامة الوطنية، وشعارات رفعها التونسيون منذ سنة 11 و2000، وكانوا يرومون أن يروها واقعا معيشا يحيونه ويعيشونه في حياتهم. لكن للأسف تأخرت الطبقة السياسية خلال العقد المنقضي في تحقيق جل هذه المطالب، ونفس الشيء ما نلحظه اليوم هو أن المكسب الوحيد الذي غنمه التونسيون خلال العقد المنقضي وهو المطلب الحقوقي، المطلب المتعلق بالحرية العامة والخاصة، هو بدوره أصبح مهددا. لذلك في نظري أحرى بأصحاب القرار في تونس أن يتجهوا بدل هذا النزاع الأيديولوجي السياسي الذي يبدو نزاعا مشخصنا وتحكم خلفيات، يعني خلفيات أيديولوجية، أحرى بهم أن يخرجوا من هذه الشرنقة، شرنقة الصراع الأيديولوجي، ليلتفتوا إلى مشاغل الناس الحقيقية، مشاغل الناس في تحقيق التنمية، في تحقيق الشغل، في تحقيق الرفاه، وفي احترام الحريات العامة والخاصة. ما في ذلك شك، تونس اليوم بحاجة إلى أن تمد جسور التواصل مع الدول العربية والدول الخليجية ومع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، هؤلاء ومع تركيا وغير ذلك من الدول التي كانت واقفة إلى جانب داعمة للمسار الديمقراطي في تونس. اليوم تراجعت العلاقة بين تونس وهذه الدول الشقيقة والصديقة. لذلك من المهم بمكان أن نستعيد المسار الديمقراطي حتى تستعيد تونس مكانتها الدولية السنية باعتبارها منارة للديمقراطية في العالم العربي، وباعتبارها دولة من الدول التي تنتمي إلى نادي الديمقراطية الناشئة في العالم الثالث. طيب أستاذ زياد، قدم الرئيس خريطة الطريق كما تعلم، وهو من أهم بنودها الاستفتاء على تعديلات دستورية وإجراء انتخابات نيابية أو تشريعية في أواخر العام الجاري. هل يمكن لهذه الحقنة السياسية أن تسكن الألام الاقتصادية لدى الشارع التونسي برأيك في هذه المرحلة على الأقل؟ كما ذكر الدكتور أنور تماما، يعني هذه من الجرعات التي لا يمكن أن تنطلي على التونسيين وأن تكمد أوجاعه. ليست هذه أساسا؟ لا، ليست هذه القضية عند التونسيين. القضية ليست في إقامة انتخابات وليس في خريطة الطريق مثل ما ذكر، فضلا عن تكون بالطريقة التي جاءت عن طريق رئيس الجمهورية. اليوم هناك حالة من الاستهتار والتندر بهذه الاستشارة الوطنية وطريقة يعني إدارتها والمصاعب التي بدأ
بدأت معها تقنيا. نحن نتحدث عن الاستشارة الإلكترونية، والحال أنه تقريبا 50% من الشعب التونسي لا تتوفر لهم إمكانيات أن يشاركوا في هذه الاستشارة باعتبار غياب الإنترنت أو غياب يعني الحوامل الإعلامية التي يمكن من خلالها أن يشاركوا. بالتالي نتحدث عن استشارة لجزء من التونسيين، فضلا أنها استشارة غامضة، والواضح أنها استشارة تريد أن تنتهي إلى اتجاه واحد، الحكم والقاضي والجلاد هو واحد في هذا الاستشارة وهو رئيس الجمهورية. وبالتالي نحن نتحدث عن مسار عبثي الحقيقة. ما يحتاجه التونسيين هو ما ذكره الدكتور أنور بالذات، هو حالة من وما ذكرته، أنه تجتمع أن قيس سعيد يعود خطوة إلى الوراء، أن تعود الطبقة السياسية كذلك خطوة إلى الوراء وتترك حالة النزاع ذات الطابع الإيديولوجي المباشر الحاد وحتى الشخصان الذي يتعلق ببعض الشخصيات والزعامات السياسية في البلاد، وأن يجلسوا على طاولة الحوار من أجل إيجاد حل المأزق الذي ستسقط فيه البلاد. البلاد على شفا جرف انهار، البلاد تتراجع مؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق. نحن نتحدث عن 81% من الناتج داخل الخام يعني ديون عن الدولة التونسية بين دين داخلي ودين خارجي. نحن نتحدث عن يعني حالة من الضعف غير المسبوق يعني على مستوى المؤسسات الأساسية في البلاد، تراجع التعليم، تراجع الصحة، تراجع كل المرافق الحياة في تونس. وبالتالي بالفعل هناك نذير خطر حقيقي يتهدد الدولة ويتهدد استقرار البلاد. يمكن أن هذه الأوضاع تدفع بالناس إلى يعني بين قوسين إلى حرب آلية في المرحلة القادمة في الشارع، في غياب كذلك مع ضعف هذه الدولة وضعف أجهزتها وغياب حالة من الحد الأدنى من التوافق السياسي. أريد لو أذنت لي يعني أريد أن أعود إليه مرة أخرى حتى أختم معك دكتور نقرر بدقيقتين من فضلك. هل يتجه الرئيس قيس سعيد في ظل الظروف الحالية والمعطيات التي تحدثتما عنها في هذه الحلقة، يتجه نحو التخفيف والتهدئة والانفتاح أم يتجه إلى مزيد من التعنت؟ آمل أن يتجه الرئيس التونسي إلى مزيد من التخفيف والتهدئة. لكن قراءتك ومؤشراتك؟ بصراحة المؤشرات دالة ومعبرة بحد ذاتها. المؤشرات الآتية من تونس من يوم إلى آخر تدل على أن أصحاب القرار يتجهون وجهة التحدي ووجهة يعني هناك خطاب يعني يقوم على استخدام عبارات مثل كسر العظام، خطاب يقوم على التخوين، على استحضار معجم يعني الكراهية. بصراحة هذه كلها يعني من 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 منطوق الخطاب يمكن أن تعرف أن البلد يسير نحو مواجهة حدية بين النظام الحاكم وبين القوى الحزبية المعارضة، ويفترض في نظري أن يحكم الجميع العقل كما قال ضيفكم، وأن يعود الجميع إلى طاولة الحوار خدمة للصالح العام ومحافظة على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت. لأننا بصراحة لا نريد أن نعود إلى حقبة بن علي، لا نريد أن نعود إلى عصر بورقيبة، لا نريد أن نعود إلى تلك العقود التي كان فيها البلد سجنا كبيرا. نريد أن نمارس حقوقنا في الحرية والديمقراطية وأن نعيش بسلام وأمان ورفاه. هذه مطالب جل تونسيين في نظري. طيب بعيدا عن الدعوات التي أطلقتها أنت وضيفنا الآخر التي قد يراها فريق بأنها أقرب ما تكون إلى المثالية بسبب أن الرئيس يمتلك القوة وربما لا يستجيب لهذه الدعوات، بعيدا عن ذلك الآن الحاجة التونسيين إلى تحسين الوضع المعيشي، ما مدى حضور هذه القضية في جدول أعمال الرئيس، خصوصا وأن معارضيه يتهمونه بأنه لديه فريق اقتصادي ضعيف غير مؤهل غير كفو؟ المعارضة متهمة بنفس الطريقة وبنفس المستوى باعتبار أنها فشلت. هذا في جدول يعني الحقيقة أنا أتوقع أن حضورها قائم، ولكن الحضور لا يكفي في غياب كما قلت لأي دولة عندما لا يتوفر المناخ السياسي والاجتماعي المناسب من أجل إطلاق الإصلاحات ومن أجل الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن تتحرك عجلة الاستثمار. أي مستثمر يمكن أن يأتي لتونس اليوم في ظل هذه الأزمة السياسية، في ظل يعني أطراف سياسية يختطف مناضليها وزعمائها ويحلون على يعني الإقامة الجبرية دون أي إذن قضائي؟ يعني نحن نتحدث عن حالة من الفوضى، دولة تعيش على وقع المظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي قبل الذهاب في وجود هذه الأجندة يجب أن نوفر لها المناخ السياسي والاجتماعي قبل كل شيء. هذا الذي يجب أن يعيه الرئيس قيس سعيد. قيس سعيد إذا أراد
لنفسه أن ينجح، وهو للأسف يذهب بنفسه إلى نهايته بالمعنى السياسي، لأنه لا يقدر على مغالبة قوانين يعني الحكم وقوانين الدولة وقوانين الاجتماع. قوانين الاجتماع واضحة، لا يمكن أن يغالب كل هذه النخبة السياسية، لا يمكن أن يغالب كل هذا الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. أربأ به أن أعود خلف إلى الوراء وأن يوفر المناخ من أجل معالجة أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية. أشكرك، الخير كل الخير نرجوه لتونس. أشكر ضيوفي الكرام، كان معي في الاستوديو الأستاذ زياد بومخلة الباحث في الشأن التونسي، كما كان معنا عبر سكايب من سوسة التونسية الدكتور أنور جمعاوي الباحث في مركز حوار الحضارات والأديان المقارنة. كل الشكر لكم على حسن المتابعة مشاهدين الفاضلين، دمتم في حراسة الله.